ككل سنة يتجدد موعد اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا في جو من التفاؤل والحماس بالنسبة لهؤلاء المترشحين الذين عبر الكثير منهم عن تجربة اليوم الأول للامتحان بعبارات تبعث بالأمل. جوزنا اليوم لغة عربية شعبة أدب وفلسفة. النتر كان شوية صعب، النتر كان سهل، مي الشعر شوية كان صعب. مي كان النتر في متناول الجامع، يعني البسيط قاع يقدر يحل النتر. نفس الشيء، النتر كان أسهل من الشعر، في الشعر كان صعوبة شوية في التقويم النقدي، لكن في النتر كان سهل النص، أسئلة شوية غير مباشرة بصحة. المترشحون عبروا عن ارتياحهم للأجواء التنظيمية وكذا لمضمون الأسئلة التي كانت في متناول التلميذ المتوسط بعد أن درسوا مبدئياً كل البرنامج الدراسي المقرر. مع الأول سمعنا كانت إجراءات التفتيش كانت صعبة، وبصح مع الأول كي جينا كانت ماشي كيما سمعنا، كانت سهلة على واش سمعنا. جوزنا عربية الحمد لله، خدمت بيان باسكو راجعت، وكان سوجي في متناول الجامع. انا خيرت النطق باسكو جا ساهل بارابور للشعر. التفتيش هذا نو باين التفتيش دايا بهذيك لاباري هذيك هنايا، يدير لك يشوف تليفون دخلتو معاك، اذا ما دخلتوش يفيريفيك مليح ومن بعد تدخل تجوز نورمال. الشعر ما كنتش مريفيزي له مليح، عندك درت النطق وعجبني الحمد لله، شغل جا ساهل. ولان القلق والترقب اهم ما يميز هذا الامتحان، يسعى الأولياء لتقديم الدعم لأبنائهم قصد تجاوز هذه المرحلة المهمة من مسارهم الدراسي. عندي بنتي جوز باك لونغ اترونجير، والحمد لله سا سباس بيان الحمد لله. لا شو انتران دلا توندر بوغ ال ياو بوكو دو ستريس، مي كيما نقولوا هنا سي لو رول دي بارون، هنايا نورمالمو حنا اللي نوقفوا معاهم وكامل نقول لهم سي ان اكزامان، يجوز ان اكزامان نورمال، سي كوم سي سي اون بروبوزيسيون بروميير تريم دوزيام جونغ عادي نورمال. وعلى أمل أن تكون أسئلة المواد الأخرى في نفس سهولة مادة اللغة العربية، يبقى أزيد من 700 ألف مترشح في انتظار الإعلان عن النتائج في منتصف شهر يوليو المقبل.